بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. أولا بحب أشكر الأستاذ دكتور هشام الشيخ على الدعوة الكريمة ليا النهاردة نكون مع مجموعة الأساتذة الجميلة دي. بشكر الدكتور أسامة على البرزنتيشن الجميلة بتاعته، يعني رأي ما الأجانب ما بيقولوا يو ويل ميك ماي لايف ماتش ايزير، وإن شاء الله يكون استكمال لكلام حضرتك على الإيمجينج فايندينجز. بشكر الدكتورة هديل برضو على البرزنتيشن الجميلة بتاعتها في الشيست والكرينيال التراساوند. في بس بعض الملاحظات الصغيرة كده كنت عايز أقولها لو الجمهور الكريم يعني يسمح لي. بالنسبة للبيدياتريك ايمجينج بوجه عام، هو في حتة سبيشال شوية عن الكونفنشنال أو الأدلت ايمجينج، إن طول ما في كونكشن كويسة ما بين الدكتور الأشعة ودكتور الأطفال أو جراحة الأطفال بتبقى في وصول أسهل للدايجنوزيس. الحاجه الثانيه الجميل واللي بحبه جدا في البيدياتريك كارديولوجي، من رغم الناس كثيره بتخاف تشتغله، ان البيدياتريك ايج جروب لها الديزيز بتاعتها، فلازم نبقى مايندد بيها. يعني دايما في كده عندنا رول ظريفه في البيدياتريك ايمجينج، يقول لك ايه، children are not small adults. يعني احنا عندنا حاجات خاصه بالاطفال لازم نبقى عارفينها، ودي بتسهل علينا ان احنا نوصل للدايجنوزز على طول. برضو في نقطة مهمة حابب برضو أتكلم عليها، يعني تعقيبا على المحاضرة الجميلة بتاعت الدكتورة هديل، بالنسبة للتشيست ايمجينج في النيونيت. النيونيتال تشيست ايمجينج بالذات محتاج فيري كلوز كوبريشن ما بين النيونيتولوجيست ودكتور الأشعة. الحاجة التانية برضو اللي بقولها للشباب الصغير اللي هم لسه داخلين ماجستير وكده، لما تيجي تذاكر الشيست بوجه عام مهم جدا إنك تعرف الباترن بتاعت التشيست ديزيز. يعني في حاجه اسمها الاير سبيس ديزيز، في حاجه اسمها الانترستيشال ديزيز، في حاجه اسمها البلورال ديزيز، لازم نعرف الاير واي ديزيز، لازم نعرف الباترن بتاع كل واحد فيهم، ونعرف البرزنتيشن بتاعه ازاي في الشيست اكس راي او سي تي او الكلام ده. وعلى اساس فهم الفايندنجز او الباترنز دي، لما اعرف الباثولوجي بتاع الكونديشن بتاعت الشيست هقدر اعرف اعمل انتربريتيشن مظبوط للفايندنجز بتاعتي. عشان ما اطولش عليكم، انا هبتدي اتكلم النهارده على النيونيتال جي اي تي ايمجينج. والحقيقه انا هبتدي زي ما نفس الابروتش بتاع الدكتور اسامه، هناخدها من فوق لتحت. هنتكلم ان شاء الله على الحاجات الكومن اللي هي من اول الاسوفيجاس، السوفيجيال اتريزيا، ديدينا الاتريزيا، المال روتيشن، الهايبرتروفيك بالوريك ستينوزز، جورجنال والاليال اتريزيا، الموكونيوم الياس، الفانكشنال ماتوريتي اوف ذا كولون، الكولونيك اتريزيا، هيرش سبرانج ديزيز، نكروتايزنج تيروكولايتس، الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا، الامبرفورت اينس، ومجموعه اللي هي الفاكتريل اللي هي الكومن اسوشيشنز اللي بتيجي مع بعضها. طيب نتكلم على اول حاجه خالص، الاسوفيجيال اتريزيا. ده الهيستوري بتاعه، البيبي ساعه ما بيتولد المفروض ان النيوناتولوجيست اللي موجود حاضر الولاده، من ضمن الحاجات انه بيبتدي يشفط للبيبي، يحاول يدخل له النيزوجاستريك تيوب زي ما الدكتور اسامه بيقال، التيوب ما بتعديش، والبيبيز دول بييجوا فعلا بتشوكينج وانتولرانس للفيدنج، انه مجرد ما بياخد الرضعه بيرجعها زي ما هي. طيب دي التايبس اللي اتكلم عليها دكتور اسامه. الاسوفجال اتريزيا ممكن تحصل جاست اتريزيا، ان الاسوفاجس يبقى مقفول ومفيش اي كونكشنز للتراكيه، وده يمكن مش كومن قوي. الموست كومن تايب ان يبقى في اسوفجال اتريزيا للابر باوتش وتراكيه اسوفجال فيستولا ما بين اللور باوتش مع الاسوفاجس، يليها الاتش تايب فيستولا اللي كان الدكتور اسامه عرضها في المحاضره السابقه. طيب الدايجنوزيس بتاعها فيري ايزي، مجرد ان انا بدخل نيزو جاستريك تيوب، وزي ما قلت لكم كلينيكالي بتلاقي التيوب دي بتكويل وممكن ساعات ترجع تاني. يعني لو انا مدخلها من النوز او مدخلها من الماوث، ممكن الاقي ان مفيش في ريزيستنس لها وبترجع تاني. مجرد ان انا اخد اكس راي، ولما اكون تيوب من نوع كويس المفروض بيبقى فيها راديو اوبيك ماركر زي ده كده، باخد الاكس راي بتاعتي بلاقي ان التيوب كويل كده في الابر اسوفجيال باوتش، تمام، ومش معديه للاستومك. لو بصيت هنا تاني برضو على الاكس راي، لازم ببص على الاكس راي كلها، فببص على الابر ادومن ما بلاقيش اي جازز في الابدومن. معنى كده ان الاستومك والسمول باول ده ما وصلهاش اي جاز، فدي على طول اشخص اللي هو الاسوفجيال اتريزيا اللي هي without any fistula. يبقى اول حاجه، اول ساين عندي الكويلنج بتاع التيوب والابسنس اوف باول جاز او الانتستاينال جاز، ده افكر على طول في الاسوفجيال اتريزيا. انك تعمل كونتراست ستادي مش كومن قوي، بس سام تايمز الجراح بيصر ان يعني يقول لك ايه، لا اعمل لي كونتراست ستادي.
فبليز لو هتعمل كونترا ستادي في النيونيتس بالذات اي ابر جي اي كونترا ستادي يو هاف تو دو ات اندر فلوروسكوبيك جايدنس. يعني انا حتى الحمد لله متوفر تحت ايدي جهاز فلوروسكوبي في الجامعه عندي في طنطا. مفيش حاله بتجيلي حتى في الجامعه او في البرايفت براكتس ابر جي اي كونتراست الا بشتغلها اندر فلوروسكوبيك جايدنس. This is much safe for the patient and for yourself. ليه؟ زي ما انتم شايفين ان انا هنا بحقن الكونتراست، الباوتش دي صغيره جدا، مجرد بحقن فيها كونتراست، لو حقنت بزياده سهل جدا ان يحصل اسبيريشن وادخل البيبي ده في مشاكل من الاسبيريشن بتاع الكونتراست بتاعتنا. فزي ما احنا شايفين بحقن كميه كونتراست صغيره خالص، بلاقي انها ملت الايه الباوتش اللي هي بتاعت الابر اسوفجاس دي، ومفيش الديستال باوتش مش واصل او الديستال اسوفجاس مش واصل فيه اي كونتراست، على طول بشخص كده اسوفجيال اتريزيا. طيب ادي فيلم تاني، لو بصينا كده هلاقي هنا ان في تيوب، هي يمكن الصوره منها جايبه الشيست والابدومن، ممكن ما تبقاش باينه قوي، بس في تيوب هنا واقفه، وزي ما انتم شايفين كومبليتلي جازلس ابدومن، فدي حاله اسوفجيال اتريزيا وذاوت تراكيو اسوفجيال فيستولا. طيب المشكله بتبقى فعلا في الاتش تايب فيستولا، دي اللي بتبقى سخيفه فعلا في تشخيصها شويه، ودي زي ما دكتور اسامه بيقال البيبي بيجي دايما بريبيتد شوكينج مع الفيدنج، تمام، وبيجي بريبيتد تشيست انفكشن، وفعلا ساعات بتتاخر شويه ممكن في التشخيص. انا ايفن كان معايا بيبي قعد لحد سن 3 سنين على بال ما تشخص، لان الفيستولا عنده كانت فيري نارو وما تشخصتش برضو غير بجهاز اندر فلوروسكوبيك جايدنس، لان الفيستولا كانت جاست انها بتفتح مع الـ مع الاسوفجيال سبازم تحتها على طول. يعني عارفين البريستالتيك اكتيفيتي بتاعت الاسوفجاس اللي هي البرايمري ويفز بتاعت الاسوفجاس بتزق الاكل تحت ناحيه الاستومك، ما كانتش بتبان غير ساعه ما البريشر يعلى تحتها، وكانت فيري نارو فيستولا. كان ابو الولد ده دايخ بيه 3 سنين، يقول لي الولد ده كل شهر والتاني يجي له دور تشست انفكشن ويقعد يعالج فيه لحد ما بانت الفيستولا دي معانا. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا المخادع في الحاله دي ايه؟ ان النيزوجاستريك تيوب بتوصل كويس خالص للاستومك زي ما انتم شايفين، وعندي ديستنشن كويس جدا للاستومك والباول ووصل لها جاز. اللي بيحصل ان الحالات دي اندر فلوروسكوبيك جايدنس بدخل النيزوجاستريك تيوب بتاعتي وابتدي اشدها بشويش واحقن الكونتراست بتاعتي. زي ما انتم شايفين هنا في فيستولا اهي اللي هي موصله ما بين الاسوفجاس والتراكيه، وعامله سبيلج على طول في الـ في الاير ويز والتراكيه تحتها. الحاله اللي على اليمين دي حاله انا كنت عاملها من حوالي 5 6 اشهر تقريبا، كانت عندنا في الجامعه. زي ما انتم شايفين مجرد ان انا مدخل نيزوجاستريك تيوب وبحقن الكونتراست بشويش جدا، لقيت على طول سبيل الكونتراست في الفيستولا دي، وعملت سبيل على الاير واي. وطبعا اول ما بشوف المنظر ده خلاص انا معايا الصوره دي كونفرماتوري، مش محتاج ان انا اقعد احقن كونتراست زياده، بحيث ان انا اقعد ادخل كونتراست على اللنج وادخل البيبي ده في ريسبيراتوري ديستريس وكيميكال نيمونايتس تاني. طبعا لما بدور على الفيستولا بدور على الفيستولا اباف الليفل بتاع تي 4، لان انتوا عارفين ان بعد تي 4 ده الليفل بتاع البايفركيشن بتاع التراكيه، ومفيش مفيش مفيش اير واي تحت تي 4، فانت دايما بتدور في الجزء اللي هو اللور سيرفايكال والابر ثراسيك لحد ايه تي 4، تحتها مفيش اير واي عشان تشوف فيه اللي هو الاتش تايب فيستولا. في ناس ساعات بتسميها اتش تايب فيستولا، في ساعات ناس بتسميها ان تايب فيستولا، لان زي ما انتم شايفين هنا الفيستولا كانت اوبليك بشكل حرف الايه الان شويه. طيب دي يعني صوره بس دي فانتاستيك شويه، مش حاجه طبعا ريكومندد. انا من الناس اللي هم يعني متعصبين جدا للي هو الاستخدام العاقل للاكس راي مع الاطفال بالذات، انتم عارفين الاطفال هايلي سسبتبل للراديشن، الا ان الصوره دي كنا عاملينها الحقيقه عندنا في جامعه طنطا من حوالي 4 5 سنين، اول ما ركبنا الجهاز اللي هو 320 سلايس بتاعنا في مستشفى الفرنساوي، وكان عندنا فيه دوز ريدكشن تكنيك محترم جدا، وكان ميزه الجهاز ده ان هو ده بتاع التصوير اللي هو الكاردك اللي هو بياخد 1 روتيشن بيصور سبان بتاع 16 سنتي. فعملنا البيبي ده كان جاي بسوفجيال اتريزيا زي ما انتم شايفين وتراكيه سوفجيال فيستولا، وعملنا اللوست بوسيبل راديشن سيتنج، وخدنا السي تي بتاع الشست ده في 0.35 سكند، وقدرنا زي ما انتم شايفين ادي الاير واي، عملنا اللي هو الفوليوم ريندرنج بتاع الاير واي، وادي الابر اسوفجيال باوتش اللي هي بلايند، وادي اللي هي التراكيه اسوفجيال فيستولا مع الكراينا، وده المنظر بتاع الفيرشوال اندوسكوبي بتاعها. في بيبرز طبعا معموله على الكلام ده، بس زي ما قلت لكم يعني دي جاست فور ديمونستريشن للانومالي بتبقى شكلها ايه. وزي ما بقول انا ايم سترونج ادفوكيت
of rational use of X-ray في الأطفال. ودي بحب استريس عليها في كل محاضراتي، لأن بلاقي بعض الكونديشنز زي ما أنت تشوف المحاضرة دي كل الحاجات اللي بنعملها كلها حاجات سيمبل عبارة عن X-ray وكونتراست ستاديز. بزعل قوي لما بيجي بيبي بنيونيتال سباينال اوبستراكشن والاقي معمول له اول حاجه طلبت له سي تي. طب يعني ليه السي تي دوز كبيره جدا وممكن ما توصلنيش برضو للدايجنوزز اللي هو انا بوصل له عن طريق فيري سمبل ستادي ايفن سام تايمز ان اكس راي. ديودينال اتريزيا زي ما دكتور اسامه بيتكلم ان دي بتبقى الاوبستراكشن عندي عند الليفل بتاع ديودرام، والبيبيز دول بي بريزنت بيليس فوميتنج في اول 24 ساعه في اللايف بتاعته. طيب الفكره اللي احنا بنقول عليها ان ديودينال اتريزيا او اللي هو كومبليت ديودينال اوبستراكشن، ان اثناء الامبريولوجي بتاع ديودينام بيحصل في اول 6 اسابيع ان ديودينام ده بيبقى اليومن، وبعدين يحصل فيه بروفريشن للسيلز، السيلز دي بتبلوك اليومن بتاع ديودينام، بعدين بيحصل ريكانالايزيشن تاني للديودينام ده. فلو حصل فيلير للريكانالايزيشن بتاع ديودينام بيتقفل ويعمل لي هو ديودينال اتريزيا، وبيبقى فيه طبعا اسوشيشن مع حالات اللي هي داون سندروم او ترايزومي، ودي بتتشخص سيمبلي خالص بالاكس راي اللي احنا حافظينها من ايام ما كنا في 5 كليه اللي هي الدبل بابل ساين. وشرط عندي ان انا اقول انها ديودينال اتريزيا ان ما الاقيش ديستال باول جاز خالص، وزي ما انتم شايفين الباول الاستومك نفسها حجمها او الابدومن الابدومن صغير لان ما فيش حصل ديستنشن الطبيعي بتاع الجاز. برضو الحالات دي This X-ray is enough ان العيان ده يروح على طول على العمليات. No need ان انا اعمل upper GI contrast study في حالة زي كده. مجرد ان انا بلاقيه typical double bubble sign with no distal bowel gas ده بيروح على طول على جراحة الاطفال ويتعمل surgery. طيب ساعات بيحصل الحركة دي معانا ان انا الاقي single bubble. طيب هل single bubble معناها ان انا عندي gastric atresia؟ Actually gastric atresia is a very 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 rare condition. يعني انا على مدى 22 سنه بشتغل pediatric imaging، لان انا من حتى من يوم ما دخلت قسم الاشعه عندنا في جامعه طنطا كانت رسالتي عن neonatal spinal obstruction، ما شفتش gastric atresia غير قريب من سنتين ثلاثه، وكانت دي حاله very very rare. طيب اللي بيحصل الاتي، اعمل حساب ان البيبي ده ممكن يكون طبعا مع لسه مولود في ساعتها ما تشفطلوش كويس، تمام؟ فركب نيزو جاستريك تيوب وحاول تشفط شويه جاستريك كونتنت. اول ما شفطنا شويه جاستريك كونتنت زي ما انتم شايفين بانت اللي هو التيبيكال دبل بابل ساين، وطبعا شايفين هنا طبعا الجاستريك ديستنشن ده موجود كبير قوي. ليه؟ لان طبعا في كومبليت اوبستراكشن للسمك دي عايزه تعدي اللي فيها، ما مش عارفه تعدي لما كبرت ووسعت كده. وادي البابل بتاعه الاستومك، وادي البابل بتاعه اللي هي الايه الفيرست بارت بتاع الديودينم. طيب دايما المشكله عندي في الديودينال استينوزيس او اللي هو الانكمبليت ديودينال اوبستراكشن، اللي هو ان انا ممكن الاقي دبل بابل والاقي شويه ديستال باول جاز بعدها. طبعا الاسباب زي ما احنا كنا بنتعلم او بنعمل سكيمز واحنا طلبه في الكليه، يقول لك دور على حاجه بتقفل من جوه او حاجه من الول او حاجه ايه من بره. زي ما الدكتور اسامه بيعرض كان في ممكن من اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل لي ديودينال استينوزيس من بره اللي هي زي الانيولار بانكرياس. طبعا في حاجات تانية عندي ساعات ان البورتال فين يعدي من قدام الديودينام يعمل كومبريشن عليه. sometimes بيحصل abnormal adhesions في الاومنتم في الميزنتري اسيت اللي بنسميها اللاتس باند. اللاتس باند بتعمل لي حاجتين، يا اما اللاتس باند ممكن تعدي قدام الديودينام تعمل لي له obstruction من بره يبقى كومبريشن عليه من بره، او بتبقى هي البريكيرزور بتاع الميد جات فولفلس اللي كان دكتور اسامه اتكلم عليه وهنشوفه دلوقتي. يا طبعا الحالات اللي هي لما بتلاقي دبل بابل ساين مع ديستال باول جاز this is a strong indication انك لازم تعمل upper GI contrast study، تمام؟ الحاله دي الحقيقه كان الحاله دي من حالات رسالتي، وكان الواحد لسه بيتعلم اياميها البيدياتريك ايمجنج. زي ما انتم شايفين اول ما حققنا الكونتراست ادي الاستومك وادي اللي هو الدايليتد بروكسيمال بارت بتاع الديودينم، وبعدين قعدنا حوالي 45 دقيقه على بال ما الكونتراست عدت للسمول باول، والحاله دي كانت انيولار بانكرياس بنلاقي فيها ديلي طبعا باسج للكونتراست من الديودرام. والحاله دي للاسف على بال ما عملت فولو اب عليها ما يعني كان عندها ترايزومي وكان عندها مشاكل تانية، وللاسف ما عشتش عشان نعرف الاوتكم بتاعها ايه في سيرش. طيب الحته بقى اللي مهمه جدا ودايما بنتكلم عليها اللي هي المال روتيشن. في حته بس اللي بنراجعها سريعا اللي هو النورمال انستانل روتيشن، ان انا اثناء اللي هو التكوين بتاع البيبي الابدومينال كافيتي بيبقى حجمه صغير على الديفلوبينج باول، فبيحصل اللي هي الفسيولوجيكال هيرنيشن بتاع الباول
outside abdominal cavity sorry اسف ويبتدي يحصل اللي هي اللي بنسميها الكاونتر كلوك وايز روتيشن بتاع الباول اللي هو بيخلي لي الديودنم في الرايت سايد ويخلي لي الكولون بيخلي اسف سوري الديودينوجينال جانكشن في الليفت سايد والاليوسيكال جانكشن في الرايت سايد. طيب ليه بركز على النقطتين دول اللي هم الديودينوجينال جانكشن والاليوسيكال جانكشن؟ لان هم دول اللي الصوره زي ما انتم شايفين الكات سكشن اللي هو في الابدومن ده ادي الدي جي جي اللي هي الديودينوجينال جانكشن وشايفين الديودينم بيبقى ريتروبروتينال اورجان وادي الاليوسيكال جانكشن ما بينهم الخط اللي هو متعرج ده الروت بتاع الميزنتري. ودي حاجه مهمه جدا جدا لازم نستوعبها ان ربنا خلق النورمال ستاندرد روتيشن والروت بتاع الميزنتري يبقى وايد كده عشان يمنع ان الباول تلف على بعضها. كنت دايما بشبه الحكايه دي زي الكيس البلاستيك اللي هو احنا بنروح نجيب منه مثلا حاجه في السوبر ماركت. الكيس البلاستيك لو رحت شفته في السوبر ماركت قبل ما تشتري منه الحاجه بيبقى عباره عن عامل زي المستطيل كده والايدين بتاعته ودن الناحيه دي ودن الناحيه دي. لو تخيلنا ان انت لو رايح ومعاك حد وشلتوا الكيس ده كل واحد من ودن من ناحيه هتلاقي الكيس ده محافظ على الشكل بتاعه اللي هو الريكتانجلر ده. انما اللي بيحصل الاتي ان انت غالبا بتروح سوبر ماركت تروح تشتري الحاجه لوحدك فتجيب الودنين دول على بعض وتمسكهم بايدك وانت ماشي الكيس بيخبط في رجلك يبتدي الكيس ده يلف فيروح جاي قرص ايه ايدك من فوق. هي دي نفس الفكره بتاعه الانستاين ماروتيشن. ربنا خلق الميزنتري الروت بتاعه وايد عشان ما يبقى الوايد فيكسيشن او الوايد ميزنتري ده يمنع ان الانستاينال دي الانتيتستم مع حركتها ومع البريستالسيس انها تلف او تغير الاورينتيشن بتاعها. ولو لفت على بعضها زي ما انتم عارفين الميزنتريك ارتري اللي هي الانستاينال ارتريز كلها ماشيه في الميزنتري لو حصل التويستنج ده طبعا كلها اند ارتريز لما بيحصل لها سكويزنج او كومبريشن طبعا بتعمل باول اسكيميا وبتبقى النتائج طبعا بتاعتها كارثيه. طيب النقطه الثانيه اللي برضو باكد عليها افتكر دايما ان الدي جي جي فوق في الليفت هايبوكوندريوم والاليوسيكال جانكشن تحت في الرايت الياك فوسا لان دول اثنين فيكسد لاند مارك لو شفتهم في مكانهم تعرف ان في نورمال انتستاينال روتيشن وده اللي احنا بندور عليه اثناء ما بنعمل الابر جي اي كونتراست بدوكيمنت السايت بتاع الدي جي جي. لو بعمل كونتراست انيما بدوكيمنت السايت بتاع اللي هو الاليوسيكال جانكشن مهم جدا الاقيهم الاثنين في مكانهم. اي ابنورمال اورينتيشن ببتدي اريز السسبشن بتاع اللي هو الايه المال روتيشن. طيب المال روتيشن انواع في مال روتيشن سايلنت خالص ما بيعملش اي مشاكل ممكن العين يقعد يعيش بيه حياته كلها وفي المال روتيشن اللي هو احنا بنخاف منه اللي بيبقى معاه اسوشيتد ميدجال بولبلس اللي بيحصل زي ما قلنا اللي بيبقى فيه الميزنتري ما بيبقاش ديفلوب بالطريقه الصحيحه بتاعته فبيبتدي يحصل حاجه اسمها اللادز باند. اللادز باند دي بتبقى عباره عن ابنورمال ادهيجنز كده ما بين الباول وبعضها بتعمل بيفوت بوينت يعني بتعمل نقطه ارتكاز كده الباول تلف على بعضها زي ما ايه كنت بشرح لكم اللي هي الفكره بتاعه الكيس البلاستيك اللي بنروح نجيب منه الخضار في السوق تمام. وده المنظر بتاعها زي ما انتم شايفين التويستنج ده اللي هو بتاع الباول اللي لف على بعضها تمام. طبعا ده مشكلته انه بيعمل كومبريشن على الميزنتريك فيسلز وبيخنق الباول وبتبقى في حالات للاسف بيحصل توتال لوس للسمول باول وبيحصل باول جانجرين وبتبقى مشكله كبيره جدا. طيب البيست دايجنوستيك اللي انا اعمله ايه لو انا شاكك في ميدجال فولبلس اني بعمل ابر جي اي كونتراست وزي ما قلت لكم مهم جدا ان انا اشوف النورمال سي كيرف بتاع الديودنم اللي هو دايما حتى بحفظه للناس عندي بتوع الفيرست اقول له بتشوف الاستومك وبعدين تبتدي تشوف الفيرست بتاع الديودنم اللي هو جاي من الشمال لليمين وبعدين من فوق لتحت وبعدين يعدي تاني من اليمين للشمال ويجي كده ورا الاستومك سنه ده اللي هو النورمال سي كيرف بتاع الديودنم. انما اللي بيحصل ان الديودنم هنا لف حوالين بعضه عمل منظر اللي هو السبايرال ده او اللي بنسميه الكورك سكرو ابييرنس وده منظر تاني لحاله اهي. ادي بدل ما شفت السي كيرف اللي هو النورمال سي كيرف بتاع الديودنم بلاقي اللي هو الايه الكورك سكرو ابييرنس بتاع الديودنم ده من ضمن الساينز بتاعت اللي هي المال روتيشن وذ ميد جات فولبلس. طيب من ضمن الحاجات ان انت لو عارف انت بتدور على ايه وعارف شكله كويس ممكن تلاقيه اللي هو انك تدور بالالترا ساوند ان بيجي البيبي ده بيجي طبعا ببيليس فوميتنج وساعات بيتبعت لك الاول الترا ساوند. لو حطيت البروب في منطقه اللي هي الابيجاستريك ريجون كده او المنطقه بتاعت اللي هي الليفت هايبوكوندريا بتبتدي تدور كويس قوي
ممكن تشوف المنظر اللي هو الايه الكونسنتريك ده، اللي هو عامل لفف حوالين بعضه، اللي هي الباور لوبس اللفه حوالين بعضها دي، تمام. ولو حطيت عليها دوبلر هلاقي ان في عندي الفيسلز اللي هو السوبر ميزنتريك ارتري فين، هلاقي ان الاورينتيشن بتاعهم مقلوب، هلاقي ان السوبر ميزنتريك ارتري جاي على اليمين بدل ما هو على الشمال، والفين جاي على الشمال، والاقي الميزنتريك فيسلز لفه حواليهم عامله اللي هو المنظر اللي هو بنسميه الويرل بول ساين، او اللي هو منظر الدوامه. الويرل بول اللي هي الدوامات، زي الدوامات اللي بتحصل في الايه في البحر او المحيط، ده المنظر بتاعها اللي هو في الابر جي اي كونتراست اللي هو الميدجاد فولتس. طبعا المار روتيشن زي ما قلنا ان المار روتيشن ممكن يبقى سايلنت مار روتيشن، اللي هو ان اي حاجه ان انا اعمل ابر جي اي كونتراست ستادي او لور جي اي كونتراست ستادي ما الاقيش الدي جي جي في مكانه او اليوسيكال جانكشن في مكانها، ده بنعتبره مار روتيشن، تمام. البلين اكس راي فايندنجز بتاعته نون سبيسيفيك، ممكن ما القطهاش خالص بالاكس راي، انما اللي بتبان عندي كويس قوي اللي هو لو عملت ابر جي اي كونتراست ستادي، زي ما انتم شايفين ادي الاستومك، ادي الفيرست بارت بتاع الديودينم، المفروض ان هو كان يلف ويكمل كده يعمل حرف السي كده اللي هو اللي باصص كده الناحيه دي، لا زي ما انتم شايفين ان الجوجنال اللي هو الجوجنال المفروض ان هو بيبقى في ليفت هايبوكوندريم، لا لقيته هنا في الرايت والكونتراست رايحه اتجاه ثاني خالص. هنا برضو الـ 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 الصوره دي زي ما احنا شايفين هنا الاستومك بلاقي الاستومك الناحيه دي، وبدل ما الاقي ان الديودرام عامل اللي هو السي كيرف بتاعه، بلاقي ان السمول باول كلها جايه في ناحيه واحده من الابدومن. طبعا المار روتيشن البرايتي بتاعته كبيره جدا، في ايفن سام تايمز تلاقي ان السمول باول جاي في ناحيه واللارج باول جاي في الناحيه الثانيه، والعين ماشي ومتعايش والدنيا ماشيه مفيش مشاكل. دي نفس المنظر اللي كنت بتكلم عليه، ادي الاستومك وادي السمول باول كلها جايه في الناحيه اليمين، وادي اللارج باول كلها جايه في الناحيه الشمال، تمام. طيب عرفت ان هنا في مار روتيشن ازاي، ادي الانما ادي السيكم اهو زي ما قلت لكم، الاليوسيكال جانكشن المفروض تبقى في الرايت الياك فوسا، لا ده هنا جايه هنا في الايه في الليفت سايد او في الليفت الياك ريجون او الليفت لامبر ريجون، فده على طول اعرف ان فينا ايه مار روتيشن. هنا السيكم هنا جاي فوق، ممكن يكون هنا في بيسموه له انكمبليت الانكمبليت روتيشن. دي كلها برزنتيشنز للمال روتيشن. نيجي بعد كده للحاجه اللي كان الدكتور اسامه بيتكلم عليها، اللي هو الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز اللي هو الانديوباثيك تايب، ودي حاجه الباثولوجي بتاعها برده لسه مش مفهوم قوي، ان البيبي ده بيجي بعد ما يتولد اسبوعين او ثلاثه يبتدي يحصل ثيكننج في البايلوريك ماسل والميوكوزا بتاعتها، يبتدي البيبي ده يجي بنامبليس فوميتنج وويت لوس واللي هو البروجكتايل فوميتنج اللي هو معروف. الحته بس اللي بحب استريس عليها ان الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز عاده بيحصل من اسبوعين لشهرين ماكسيمم. يعني انا بزعل قوي لما بلاقي ساعات ريكوستات جايالي بيبي عمره 7 او 8 شهور ويقول لي بليز فور اكسكلوجن اوف هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز، لا ممكن يبقى في بايلوريك ستينوزز لاي سبب تاني، ممكن يكون السر وعمل سكارين كلام من ده، انما الايديوباثيك هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز او اللي هو الشيبس او الاي اتش بي اس ده بيجي عاده من اسبوعين، بالبيك بتاعه دايما بيبقى من اسبوعين لشهر ونص ماكسيمم يعني. طيب العيان بيجي ازاي؟ لو عملنا الاكس راي بلاقي اللي هو ديستندد ستومك، والاقي ان الباول الديستال باول جاز قليل، لان البايلوراس بتبقى عامله زي ما يكون واحد كده سوري في الكلمه، او يعني لو معانا الناس اللي هم من مصر بيقول لك يعني بالبلدي كده قامت على البايلوراس مش مخلي اي حاجه تعدي منها، فبلاقي ان الاستومك ديستندد، ساعات الاقي منظر البريستالسيس بتاعت الاستومك اللي هو عامل اللوبيليتد ابييرنس بتاع الاستومك، الاستومك دي بتعاني عايزه تزق الكونتنت بتاعتها ثرو البايلوراس مش عارفه، والاقي ان كميه الباول جاز الديستال في الباول جاز هنا زي ما انتم شايفين الاستان الجاز قليله جدا، ده بالاكس راي. الالتراساوند حل المشكله، انك مجرد بتعمل البيبي ده الترا ساوند بتبص في المنطقه اللي هي بتاعت الرايت ابر الرايت هايبوكوندريم، بتبص كده ورا الجول بلادر، في الطبيعي انت ممكن تشوف بايلوراس بتاعت نيونيت لو انت بالك طويل والبيبي مساعدك، تمام بتلاقي بتاع كده المصل صغننه خالص وممكن تشوف النورمال، انما الحقيقه البايلوريك ستنوزس بتبقى سهله جدا، مجرد بتحط البروب وتبص ورا الجول بلادر تحديدا هتلاقي المنظر بتاعها اللي هو الليبيدينال ده، بلاقي ان المصل بتبقى ثيك وهايبو ايكويك، والميوكوزا بتبقى ثيك برضو وهايبر ايكويك.
وعندي المقاسات المشهوره ان اللينث بتاعها يبقى اكتر من 16 سم اللي هو البايلوريك كانال تبقى اكتر من 16 سم والماسل ثيكنس تبقى اكتر من 3 سم. وفي ناس تقول ان الدايمتر بتاع الماسل كلها ده اللي هو ترانسفيرس سيكشن بتاعها تمام يبقى اكتر من 15 ملي اسف مش سنتي سوري يبقى 16 ملي طول و3 ملي ثيكنس و15 ملي دايمتر تمام. من ضمن الحاجات اللي الناس اللي هي بتحب التشبيهات وبتحب الكلام اللي هو يعني دايما في الاشعه نحب التشبيهات والكلام ده, في ناس ساعات تقول لك ايه ان بيبقى منظره عامل زي الهوت دوج, عارفين سندوتش الهوت دوج بيبقى العيش الفينو بتاعه كده وتلاقي دايما الهوت دوج جوه الطالع كده ايه عامل حته منه بره كده بره الرغيف بتاعه, فيقول لك ان منظر المصل بتبقى عامله زي اللي هو الرغيف بتاع الهوت دوج والميوكوزا بتبقى ثيكند وهايبرتروفيد وبروترودنج حته منها بروترودنج في الاستومك وحته بروترودنج في الفيرست بارت بتاع الدودرم, فتبقى شكل الايه الهوت دوج ده لو الناس يعني اللي هي ايه غاويه تشبيهات تمام. اللي بيحصل الناس بتخش الامتحان يسالوا في الهايبرتروفيك ستينوزز يقول لك شكل الهوت دوج, يا ابني مين اللي قال لكم الكلام ده؟ الدكتور محمد, والدكتور محمد ايه يندع عليه. طبعا الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز دلوقتي الالترا ساوند هو اللي له الابر هاند وما عادش بنعمل كونترا ستاديز. انا شخصيا لما بيجي لي حاله هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز بالالترا ساوند خلاص انتهى, اللي بيطلب مني ابر جي اي كونترا ستادي لطفل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز ويل دوكيومنتد بالالترا ساوند انا برفض تماما, يعني لانه ملوش لازمه, لان هو عباره عن هتعرض بيه بالاكس راي ملوش لازمه, هتقعد جنب البيبي ساعتين على بال ما يعدي الكونتراست من الاستومك للديودينام, ودي الحته اللي كنت بحكي لكم عليها اللي هي شبه الهوت دوج او اللي هو الميوكوزال ثيكنينج والبروتروجن بتاعها جوه الاستومك. الا ان لو حد كان قرا في كتب او الابر جي اي كونتراست ستادي بتاعتها كان فايندنج بتاعتها ازاي, زي ما انتم شايفين الاستومك بتبقى ديستندد وكبيره بيبقى فيها اكزاجيريتد بريستالسيز, ساعات بتشوفها بالفلورو بيسموها الكاتابيلر ساين, الكاتابيلر اللي هي عامله زي دوت الاز كده, انتوا عارفين الدوده بتمشي كده تلاقيها بتتني جسمها وتفرده فبيسموها الكاتابيلر ساين اللي هو المنظر بتاع الهايبر بريستالسيز بتاع الاستومك. زي ما احنا شايفين البايلوراس بيبقى فيها شولدرنج وناروينج, في ناس تقول لك ساعات اللي هو البايلوريك كانال والكونتراست اللي بيعدي منها يقول لك تبقى عامله زي الشمسيه سموها الامبريلا ساين, دي كلها كانت ساينز موجوده في الباريام, بس شخصيا احنا الابر جاي كونتراست ستادي في الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز بطلت اعمله بقالي اكتر من 20 سنه الحمد لله. بنتكلم على الاوبستراكشن الثاني اللي ممكن يحصل عندنا, طبعا كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كل تريتمنت بتاعها سيرجيكال وكلها ايمرجنسيز, يعني كلها لازم تتشخص في الاول واللي جاي كده برضه. الجوجنال والايليار اتريزيا احنا كنا اتكلمنا في الديودنال اوبستراكشن انه نتيجه فيلير او بريكانلايزيشن, انما الحقيقه لما نيجي نتكلم على جوجنال الايليا الاتريزيا ده بتبقى فاسكولار انسلت للديفلوبنج باول فبيحصل نكروزز في الباول ويحصل ديسكونتينيوتي, ودي اللي هي التقسيمات بتاعتها, ممكن تبقى حته فوكال, ممكن يحصل كومبليت ديسكونتينيوتي في الباول, ممكن يحصل ديسكونتينيوتي في الباول ميزنتري, ممكن بيبقى ساعات معاه اسوشيتد سورت اوف مال روتيشن تمام, ممكن تبقى مالتيبل انجريز بتخلي الباول كده عامله زي بتاع زي السوسيس كده, كل دي اللي هي ايه الاوبستراكشن. طبعا الاكوردنج للليفل بتاع الاوبستراكشن بتاعي بيبان الفايندنجز بتاعتي في الاكس راي, والدكتور اسامه بيه الحقيقه كان قالها انا يمكن فاتتني في وسط الحماسه بتاعه المحاضره ان احنا عندنا الرول بتاعه الانستانال اوبستراكشن سواء صغيرين او كبار ان الاكس راي فايندنجز بتاعتي معتمده على الليفل بتاع الاوبستراكشن, كل ما الليفل بتاع الاوبستراكشن كان قريب هلاقي الاير فلويد ليفلز اقل, كل ما كان بعيد هلاقيها ايه اكتر. نفس الكلام بيمشي عندنا هنا, لو بصينا هنا ده الجوجنم, احنا عارفين الجوجنم هو اول جزء في السمول باول, فبروكسيمال جوجنال اوبستراكشن ممكن بيبان عندي بليميتد نمبر اوف اير فلويد ليفل, ساعات بنسميها ايفن تريبل بابل ساين, ادي واحد اللي هي بتاعت الاستومك بتاعت الديودنم وبتاعت اللي هي البروكسيمال جوجنال لوب, دي برضو ممكن تمشي انها تريبل بابل ساين, وابص على بقيه الباول كومبليتلي جازلس. من ضمن الحاجات برضو اللي بيقولوها انك لو لقيت حاجه زي تريبل بابل ساين ده بيروح على طول ايه جراحه, مش محتاج نعمل له ابر جي اي كونتراست. برضو انا بشير الاخطاء اللي ممكن الواحد كان عملها وهو لسه نايب صغير, الحاله دي برضو عمرها اكتر من 20 سنه من ايام الرساله بتاعتي, دي كانت حاله لقينا فيها زي ما انتم شايفين يعني ده كان بيبي متصور صباين, فكان باين عندي اللي هو الاثنين اير فلويد ليفل ده, وده كان بروكسيمال جوجنال اوبستراكشن, والحقيقه عملت له ابر جي اي كونتراست لان الواحد كان لسه برضو الاكسبيرينس بتاعته كانت قليله, فزي ما انتم شايفين ادي النورمال سي كيرف بتاع الديودرام وادي البروكسيمال جوجنال لوب اللي هو ايه دايليتد
وابستراكتد. طيب ايه اللي عملناه؟ ان العيان ده بعد ما عمل ابر جي اي جالي تاني يوم قالوا لي لا لو سمحت اعمل له ايه انما. طيب عملنا الانما لقينا زي ما انتم شايفين اللي هو السمول انيوزد كولون. طيب هنا السمول انيوزد كولون ده الترم اللي احنا بنحب نستعمله او اللي كان بنقراه ساعات في الكتب اللي هو بنسميه المايكرو كولون، بس الترم الاحسن اللي هو سمول انيوزد كولون، وهتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي لانه هيجي معانا في اكتر من ديزيز. فدي كانت حاله، الحاله دي لما اتفتحت الحقيقه كان فيها مالتيبل جوجنو ايليال اتريزيا، يعني كان فيها مالتيبل اتريزيا على ايه ديفرنت ليفل. طيب الايليال اتريزيا اللي هو المفروض ان الاوبستراكشن عندي ديستال بقى شويه، يعني دخلنا على الديستال باول، فزي ما انتم شايفين في عندي ماركت ديستنشن في البلين اكس راي واللي هو المالتيبل اير فلويد ليفلز بتاعتي. ساعات العينين دول زي ما انتم شايفين بيتصوروا سوباين، بس انا شايف ان في مالتيبل دايليتد اير فيلد باول لوبس دينوتنج ديستال اوبستراكشن. اي عيان نيونات في ديستنشن تمام وسسبكتد ديستال اوبستراكشن، بليز لو هتعمل اعمل انما. بيجي لي كتير جدا ريكوستات على عيان زي ده تبقى الاكس راي بتاعته الشكل ده ويقول لي اعمل باول فول ثرو. الباول فول ثرو ملهاش اي رول في الانتستينال اوبستراكشن في النيونات. الابر جي اي كونتراست از اونلي انديكيتد ان سسبكتد مال روتيشن وذ ميد جات فولفلس او اللي هو الفيري بروكسيمال انتستينال اوبستراكشن لما اكون شاكك في مال روتيشن. فلسه حتى كان عندي عيان من يومين جاي لي كده بيقول لي العيان عنده ابدومينال ديستنشن ولو سمحت اعمل له ايه ابر ولور. فقلت لهم يا جماعه هعمل ابر ليه؟ فالابر ملوش اي رول في حالات الديستال باول اوبستراكشن في نيونات. لو هتعمل اعمل ديستال انما، الانما هي اللي انديكيتد في الحالات دي وهي دي اللي هتساعدك في التشخيص. طيب اللي حصل الاتي ان احنا عملنا الانما زي ما انتم شايفين، الانما طلعت اللي هو السمول انيوزد كول تمام. وعاده بحاول اخلي الكونتراست بقدر الامكان لو قدرت اعدي شويه كونتراست في الديستال ايليام، هنا الكونتراست ما رضتش تعدي معانا في الديستال ايليام. طيب ايه بقى قصه اللي هو السمول انيوزد كولون او المايكرو كولون؟ ودايما بستريس مايكرو كولون او سمول انيوزد كولون از ا ساين نوت ا دايجنوزس. اتس ا ساين نوت ا دايجنوزس. اتس ا ساين ان الكولون ده اثناء الديفلوبمنت بتاعه في النيونيتال بيريود ما عداش فيه كونتنت. ربنا خلق جسمنا اي قطعه فيه او اي جزء فيه لازم تشتغل، لو اشتغلت هتديفلوب، لو ما اشتغلتش مش هتديفلوب. نفس الكلام بالنسبه للكولون. الجي اي تي بتاع البيبي قاعد بيشرب الامنيوتيك فلويد وبيعدي في الجي اي تي بيعمل زي ايه تحضير كده للي هيحصل في البوست يونيتال لايف، انه هيرضع ويتبرز ويعمل ويشغل الايه الجي اي تي. فمن ضمن الجزء اللي بيشتغل من الكولون لما بيعدي فيه الانتستينال كونتنتس اثناء النيونيتال لايف الكولون بيديفلوب اللي هو النورمال كاليبر بتاعه. طيب الكولون ده اتقفل عليه السكه من قبلها مفيش حاجه بتوصله، فبيتن الكولون ده الحجم بتاعه اللي هو السمول اللي هو كان في اول الديفلوبمنت بتاعه، عشان كده بنسميه سمول انيوزد كولون، كولون زيرو ما استعملش، عشان كده بيبان اللي هو ايه المنظر بتاعنا بتاع السمول انيوزد كولون. فيبقى اول ساين بنشوفها او بتورينا السمول انيوزد كولون ان هو يكون مقفول عنه ان حاجه تعدي فيه، اشهر حاجه او اول حاجه اللي هي الايليال اتريزيا. طيب دي حاله ثانيه برضو، ادي الاكس راي فيها مالتيبل جاز ديستنتد باول لوب زي ما انتم شايفين ديستال باول اوبستراكشن. تعمل ايه في حاله زي دي؟ انما. اللي بعت لك حاله زي دي ابر جي اي تي فول ثرو مش هنوصل مش هتفيدك باي حاجه ولا هتشخص ولا اي حاجه، بالعكس هندخل عيان في ديستريس وديستنشن زياده لان انت بتشربه من فوق والكونتراست هتتعبه زياده. انما هتعمل له انما هتلاقي على طول سمول انيوزد كولون مش عارف توصل الكونتراست للسمول باول، هتفكر على طول في ايليال اتريزي. طيب نيجي بعد كده للكونديشن اللي بعدها المكونيام إليس. المكونيام إليس كان دكتور اسامه بيه قال ان فعلا بتبقى اسوشيتد مع العينين بتوع سيستيك فايبروزس. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل ان المكونيام اللي بيعدي الطبيعي اللي هو بيعدي في الباول وبيعمل له ديفلوبمنت بيبقى فيه التريشن في الكومبوزيشن بتاعه، فبيتحول لحاجه فيري ثيك. يعني اللي عنده بيبيز بيشوف المكونيوم اللي هو البيبي بيبرزه في اول يومين ثلاثه هو اوريدي حاجه ملزقه وستيكي ومزعجه كده. تخيل بقى ان انت كمان تخليه مور ستيكي او مور فيسكس، يعني يبقى تقيل كده وملزق بزياده، بيبقى سوري يعني عامل زي اللي هو اللي بيدهن بيه الشوارع او الاطران اللي بيجهزوا بيه، لا بتبقى حاجه ملزقه جدا. طب هنا اليومن عندي بيتنت مش مقفول مش زي الايليا الاتريزيا، انما اللي حصل ان هو اتسد بكونتنت جواه تمام. ايه اللي بيحصل؟ البيبي ده بيجي برضه بالساينز بتاعت ديستال باول اوبستراكشن تمام،
وساعتها اعمل له برضو ايه انما اي ديستال باول اوبستراكشن في نيونات اعمل انما بلاقي الالات بلاقي الاتي سمول انيوزد كولون. بس هنا لما باجي ازق الكونتراست او ادي كونتراست بزياده شويه وازقها في الديستال باول او ديستال اليام اسف ببتدي الاقي اللي هي المالتيبل فيلنج ديفكتس الموكونيوم الياس. لما الموكونيوم ده بيبقى ابنورمال يبتدي يكون بيلتس كده عامله زي الدروبنجز بتاعه اللي هي انتوا عارفين اللي هي سوري الدروبنجز بتاعه الارانب او او الخرفان والحاجات اللي هي بتبقى عباره عن كور 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 كده زي البلي قافله الاليام. تمام. يبقى هنا السمول انيوزد كولون عندي فعلا لان الكولون اتقفل عليه ان حاجه تعدي فيه بسبب الفيري ثيك ميكونيوم اللي هو قافل الاليام. من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الحالات اللي زي كده بنشتغل الكونتراست انما هنا ساعات ممكن تبقى لها ثيرابيوتيك افكت بروفايدد ذات ان انا بستخدم البروبر كونتراست اللي هي اليوروغرافين اللي هو الهاي اوزمولر الهاي اوزمولر ايونيك كونتراست ميديا. ليه؟ لان الهاي اوزمولر ايونيك كونتراست ميديا لما بتخش الباول بتعمل بالاوزموتيك افكت بتاعها تبتدي تسحب فلويد من الوول بتاع الباول تقوم تحاول تلين شويه الميكونيوم ده لعل وعسى ان الميكونيوم ده لما يلين يعدي لوحده من الاليوم ومن الكولون والبيبي ما يحتاجش ايه سيرجيكال انترفينشن. لان زي ما انتم شايفين الصوره اللي انا كنت حاطها لكم ده ميكونيوم اليوم وحاولوا معاه بالكونتراست انما انها تبقى ثيرابيوتيك وما نفعتش فاضطروا يفتحوه زي ما انتم شايفين اللي هو ماسك بالفورسبس. شايفين الميكونيوم عامل ازاي؟ عامل زي بالظبط الاطرام بتاع الشوارع حاجه فيري ثيك ولها كونسيستنسي انه قادر يشد عليها بالمنظر ده وما بتفصلش زي ما انتم شايفين. تمام. طيب من ضمن الساينز الثانيه بتاعه الميكونيوم اليوس ان انا ممكن الاقي بيبي جاي لي بابدومينال ديستنشن وساينز بتاع ديستال باول اوبستراكشن واعمل الاكس راي الاقي المنظر اللي انتم شايفينه ده في هنا حاجه زي ما يكون فيري ثين كالسيفايد سيستيك ليجن كده يعني حاجه هنا مدوره شايفين الثين وول بتاع الكالسيفيكيشن. بيحصل ان البيبيز دول اثناء الانتراتراين لايف ممكن يحصل له انتراتراين باول بيرفوريشن ويحصل ان الميكوليان ده يعمل اريتيشن للاومنتال وبيحصل حاجه اسمها كيميكال بروتونايتس فبتعمل لي حاجه اسمها ميكونيوم سودوسيست يعني ده بيبقى اسيبتيك كيميكال انفلاميشن للاومنتال وبيعمل سيست اللي بنسميها الميكونيوم سودوسيست دي والسيست دي الوول بتاعها بيكالسيفاي. فمجرد ما اعمل اكس راي لبيبي عنده ساينز بتاع ديستال باول اوبستراكشن والساينز او كلينيكال ساينز ان هو في اول 24 ل 48 ساعه ما يعديش ايه ميكونيوم من تحت والاقي ابدومينال ديستنشن والعلامات اللي قالها الدكتور اسامه بيه واعمل اكس راي الاقي اللي هو الكالسيفايد ستراكشر اللي في الابدومن ده ابتدي افكر في انه يكون ايه كان الولد ده ميكونيوم الياس وحصل فيه انتراتراين بيرفوريشن. وعلى فكره انتراتراين بيرفوريشن بيحصل وساعات بيهيل لوحده انتراتراين ومبقاش فيه اي مشاكل خالص. طبعا زي ما قلنا بنعمل ايه بنعمل انما بلاقي اللي هو السمول انيوزد كولون وبلاقي اللي هي المالتيبل بيلتس او اللي هي المالتيبل فيلنج ديفكتس بتاعه الايه الميكونيوم الياس دي وده المنظر بتاعها بالالترا ساوند ان بلاقي طبعا ستيدد باولوبس والاقي اللي هو السيست دي بيبقى الوول بتاعها كالسيفايد اوكيجينيك زي ما انتم شايفين وجواها اللي هو الايه التربت كونتنت ده بتاع اللي هو الميكونيوم بروتونايتس اللي هي اللي حصلت في الانترا تران لايف وده اللي هو الميكونيوم سودوسيست بالالترا ساوند. طيب عندي ديزيز تاني بيحصل اللي هو بنسميه الفانكشنال الفانكشنال اماتوريتي اوف ذا كولون وكان له اسم تاني ساعات بيسموه الميكونيوم بلاك سندروم. خلي بالكم عشان اللي بيقرا او بيشوف المصطلحين ما يخشوش بعض. الميكونيوم الياس حاجه والميكونيوم بلاك سندروم حاجه ثانيه والاسم الافضل ان انا اقول اللي هو الفانكشنال اماتوريتي اوف ذا كولون. الفانكشنال اماتوريتي اوف ذا كولون ده حاجه سيلف ليميتنج بتحصل في الاطفال اللي هم بيبقوا الاطفال اللي امهاتهم عندهم دايابيتس اللي هو الانفنت دايابيتك ماذر او امهاتهم كان عندهم بري اكلامزيا وكانوا بياخدوا مغنيسيوم صلفيت. اللي بيحصل ايه ان بيبقى شويه كسل كده سيلف ليميتنج في الديستال في الديستال كولون. تمام. وده مجرد ان انت بتعمل كونتراست انما بتبقى دايجنوستيك وساعات ثيرابيوتيك لان الولد ده بيفك لان هو عاده الولد ده بيجي لك بساينز بتاع ديستال باور اوبستراكشن زي كده وتيجي تعمل له الانما تلاقي ان هو الديستال باور اللي هو الديسندنج والسيجمويد والريكتم تلاقيهم صغيرين شويه انكاليبر يعني حتى من ضمن الاسامي برضو الثانيه للديزيز ده اللي بيسموها سمول ليفت كولون سندروم. تمام. ان الولد ده مجرد ما بتعمل له الانما بتلاقي انت الفيلنج ديفكتس دي اللي هو ريتيند ميكونيوم بتساعد بتفضي معاك اثناء الفحص. تمام. وتلاقي البلد ده بعد مثلا كولونيك ووش مره او مرتين
فك لوحده والدنيا مشيت وكويسه جدا. اللي عايز اقوله ايه؟ ان الفانكشنال اماتوريتي اوف ذا كولون از ا سيلف ليميتنج ديزيز، وزي ما انتم شايفين برده بيبرزنت ديستال باول اوبستراكشن، والفايندنجز بتاعته ان الاقي الكولون على الناحيه الشمال صغير شويه وفي الفيلنج ديفكتس دي وكده. بس اللي عايز اقوله ان ذس از ا دايجنوزس اوف اكسكلوجن، يعني ما تحطش الفانكشنال اماتوريتي في اول دايجنوزس ليك، لان هو بيخش برده في متشابه تاني معاه اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الايه، الهيرش سبرانج ديزيز. اخر اتريزيا ممكن برضو تحصل معانا بس هي فيري فيري رير، اللي هي الكلونيك اتريزيا، وبرضو هتيجي تبريزنت بديستال باول اوبستراكشن، وده زي ما انتم شايفين ده ريتيند ميكونيوم اللي هو في البروكسيمال باول، وهتيجي تعمل انما زي ما انتم شايفين الكونتراست هنا عندنا واقف عند السبلينيك فليكشر ومعداش للبروكسيمال كولون، تمام، والولد ده اتفتح ولقينا ان الكولون اتريتيك. اللي بس بفكركم بيه تاني وبعمل عليه ستريس تاني، لو سمحتوا ديستال باول اوبستراكشن في نيونيت نيفر نيفر انك تعمل فولو ثرو، لان جات لي حاله نيجلكتد بيبي عمره شهر او 35 يوم كان عنده كولونيك اتريزيا. اللي حصل الاتي، ان اللي شافه لقاه ديستندد طلب له فولو ثرو. الفولو ثرو طبعا ما شخصتش حاجه، لان مجرد ما شرب والدايليتد باول الكونتراست بقت دايليوتد، بقت بطنه دي عباره عن حاجه بيضه كده مليانه كونتراست ابيض وزودت ديستنشن زياده. البيبي كان في حضانه في مكان ما كانش متخصص، على بال ما جالي عمره 35 يوم واتعمل له انما. من ضمن للاسف الفيلم ده يعني ضايع مني، تايه مني شويه، بس لو لقيته هحطه في البرزنتيشنز بعد كده. عملنا انما كان منظر بقى جميل جدا، ان انت شايف الديستال بارت بتاع الكولون ده مليان كونتراست واقف، والفول ثرو اللي هو كان واخدها من 20 يوم قبلها الكونتراست لسه موجوده في الباول، واقفه كده قبل الحته اللي هي الايه الاتريتيك، وكان في حوالي جاب كده ما بينهم. فزي بستريس تاني بحكي لكم الحدوده دي ليه، اي ديستال باول اوبستراكشن في نيونيت دونت بيرفورم ا فولو ثرو. ديستال باول اوبستراكشنز مينز بيرفورمينج ان انما، بليز بليز بليز. طيب اخر حاجه، ودي حاجه بقى بنشوفها كتير، يعني ما بيعديش اسبوع غير لما تشوف لك حاله او حالتين، اللي هو الهيرش سبرانج ديزيز. هيرش سبرانج ديزيز زي ما الدكتور اسامه بيه قال، ان احنا عندنا في المينتريك بليكسس اللي هي ماشيه في الوول بتاعه الباول، اللي هي مسؤوله عن الريجوليشن بتاع البريستالتيك ويف، دي بتديفلوب من البروكسيمال باول للديستال باول، ممكن تيجي عند حته وتقف. عشان كده دايما الافكشن بتاع الهيرش سبرانج او بنسميها الاجانجليونيك بارت بتاع الباول بيبقى في الديستال بارت، لان هي ماشيه زي القطر كده جايه من فوق لتحت، وبتيجي عند حته وتقف ما تكملش توصل لايه لاخر الباول. فده دي مشكله الهيرش سبرانج ديزيز. طبعا الجزء اللي ما فيهوش جانجليونز ما بيحصلش فيه بريستالسيس، فبيحصل فيه فانكشنال اوبستراكشن، يعني اليومن مفتوح، اليومن مفتوح بس الوظيفه بتاعت الجزء ده مش شغاله، يعني ما بيحصلش فيها بريستالسيس تزق الايه الكونتنت بتاعت الباول. طيب ايه المنظر ده؟ المنظر الكلينيكال بتاعه، دي اللي هي العمليه اللي هي بتتعمل لما يكون السيجمنت مش طويله قوي، بيعملوا حاجه اسمها ترانس انال بول ثرو. دي عمليه جميله جدا، انا شخصيا اول ما شفتها كنت شفتها في 2002 او 2003. كان بيعمل بيحصل انه بيعمل الانسجن بتاعه على الانس كده، ويعمل يشد الباول، وده الجزء الهيلثي، وده الجزء السباستيك اللي هو الاجانجليونيك، ودي اللي هي ترانزيشن زون ان بتوين، ويروح جاي قاصص هنا الجزء اللي هو فوق الاجانجليونيك بارت او فوق ترانزيشن زون كده، ويرجع يعمل انستموزس تاني على الانس. جمال العمليه دي ان البيبي ما فيش اي جرح في بطنه، يعني الجرح في منطقه اللي هي الايه الانس ومختفي تماما. طيب انا حاطط الصوره كلينيكال دي عشان احنا بندور على المنظر ده، بندور على الجزء السباستيك اللي هو دايما بيبقى ديستال، بندور على الترانزيشن زون، وبندور على الجزء الدايليتد اللي هو بيبقى ايه بروكسيمال. طيب ده المنظر بتاعها في الانما. زي ما انتم شايفين اللي بيحصل الاتي، ان انا بعمل فيلنج للديستال باول، ادي الجزء السباستيك الاجانجليونيك، وادي الجزء الدايليتد اللي هو النورمال، وادي الترانزيشن زون اللي هي ما بين الاثنين في حالات الهيرش سبرانج، تمام. طيب اللي عايز اقوله يا جماعه، في شويه تكات بالنسبه للهيرش سبرانج ديزيز. رقم واحد، لما تيجي تعمل الانما بليز استخدم اصغر قسطره، اصغر كلمه قسطره ممكن، يعني استخدم انا في اليونيتس لما بيجي لي يونيت زي دول بستخدم اللي هي الفولي اللي هي الخمسه او السته، او الفيدنج تيوب الخمسه او السته، تمام. بليز لو هتستخدم فولي اوعى تنفخ البالونه بتاعتها، اوعى تنفخ البالونه بتاعتها في الريكتوم، لانك وانس انك نفخت البالونه في نوع من انواع الهيرش سبرانج ديزيز اللي بنسميه شورت سيجمنت تايب، مجرد نفخه البالونه دي بتضيع ترانزيشن زون، ويبقى الفحص اللي انت عملته ملوش ايه اي لازمه.
لما بتيجي تعمل الانما بتاعتك برضو ابتدي باللاترال فيلمز وما تعملش اوفر فيلنج للكولون، يعني اشتغل ستيب باي ستيب، املى الجزء الديستال الاول وبعدين حبه كمان حبه كمان، وابتدي باللاترال فيلمز لان هي دي دايما اللي بتبقى دايجنوستيك. زي ما انتم شايفين هنا شغالين بقسطره رفيعه، ادي الجزء اللي هو السباستيك، تمام؟ طبيعي ان الريكتم بيبقى اوسع جزء في الكولون لان ده ريزرفوار، تمام؟ اللي بيحصل لما الاقي ان الكولون الريكتم اصغر من السيجمويد، دي حاجه بنسميها الانفيرتد سيجمويد ريشيو، تمام؟ دي من ضمن اللي هي الباثوجنومونيك ساينز بتاعه الهيرش سبرانج ديزيز. طبعا الـ دي امثله كلها للهيرش سبرانج ديزيز. ادي الجزء السباستيك وبيبقى فيكسد سباستيسيتي طول الفحص، اوعى تنفخ البالونه، اشتغل دايما كونتراست ايه واحده بواحده. وتاني ده اللي هو ترانس انال بول ثرو، ادي المنظر اللي احنا بندور عليه، ده الاجانجليونيك بارت وده ترانزيشن زون، سوري اسف، ده ترانزيشن زون وده النورمال كولون. طيب دي حاله برده كانت حاله جيالي، دي بحب اشير برده بعض الحالات الغريبه اللي بانت معايا. دي كانت برده حاله، دي يمكن عمرها اكتر من 20 سنه، دي كانت بيبي وعندها داون سندروم وعمرها 21 يوم، انا فاكرها كويس جدا. والبيبي زي ما انتم شايفين جايه بديستال باول اوبستراكشن، وعملنا اسمه ايه ده، عملنا كونتراست انيما ولقينا فعلا ان الكولون هنا سباستيك وفي عندي زي ترانزيشن زون، وشخصناها انها هيرش سبرانج وتقمنا ان الترانزيشن زون هنا عند السبلينيك فليكشر، الا ان الكولون كله زي ما انتم ملاحظه يعني شكله ملخبط كده، وفي برضه من ضمن التشنجز اللي ساعات بنشوفها بنسميها السوتو ابيرنت بتاع الميوكوزا والكلام ده. الحاله دي الحقيقه لما اتعمل لها مانجمنت اتعمل لها الاول اليوستومي واتاخد منها مالتيبل بايوبسي الونج الانتاير كولون، والحاله دي طلعت ان هي كانت توتال كولونيك اجنجليوزز، يعني ممكن الاجنجليونيك بارت ايفنت انفولف الانتاير لينث بتاع الايه الكولون. الحقيقه من ضمن الحاجات اللي اياميها قريتها ان ساعات سام تايمز ان الحالات دي بيبان فيها زي ترانزيشن زون، دي بيسموها ساعات سودو ترانزيشن زون، وبتبقى مشكلتها ان انت لو اشتغلت على الجزء ده وعملت الريبير على ان دي الجزء ده هو الهيلثي، بيجي البيبي تاني بريكرنت سيمبتومز اللي هي بتاعه الكونستيبيشن. الحاجه اللي عايز اقولها ان التوتال كولونيك اجنجلينوزز ان هو الكولون كله يبقى اجنجليونيك، زي ما احنا قلنا ان الجزء الاجنجليونيك بيبقى سباستيك، فالشكل الاشهر للتوتال كولونيك اجنجلينوزز انه يجي بايه بسمول انيوزد كولون برضو او مايكرو كولون. عشان كده دايما بحط في الديفرنشال دايجنوزز بتاعي بتاع السمول انيوزد كولون او المايكرو كولون which is a sign not a diagnosis، اول حاجه تفكر فيها الايليا الاتريزيا، الموكونيوم ايلياس، او التوتال كولونيك هيرش سبرانج ديزيز. التوتال كولونيك او التوتال اجنجليون توتال كولونيك اجنجلينوزز يجي بسمول انيوزد كولون. طيب الحقيقه اللي انا زودتهم دلوقتي وانا بسمع محاضره الدكتور اسامه بيه، المحاضره الاصليه يمكن ما كانش فيها الاثنين ثلاثه سلايدز اللي جايين، بس انا زودتهم اللي هو النيكروتايزنج انتيروكولايتس، وزي ما الدكتور اسامه بيقال ان دي البعبع بتاع الجماعه بتوع النيونيت، ودي الاكس راي بتاعتها او الفايندنجز بتاعتها ساعات بتبقى سخيفه شويه عندنا حسب الستيج بتاع الديزيز والافكشن بتاعه، لان هو بيبقى هو عباره عن نون سبيسيفيك انفلاميشن وغالبا ما بقاش معاه انفكشن، بيافكت الباول وبيحصل فيه معاه ساينز بتاع ديستال باول اوبستراكشن، تمام؟ وبيبقى معاه فايندنجز كتيره جدا. طيب بالنسبه للاكس راي، الاكس راي ساينز بتاعته بتبقى نون سبيسيفيك شويه، او من ضمن الحاجات اللي احنا بندور عليها ان يقول لك تعمل اكس راي للبيبي وتلاقي الباول فيتشرلس، يعني ملهاش شكل معين. من ضمن الحاجات الثانيه ان غالبا الحضانات بيبقى فيها جهاز اكس راي، وممكن يعني اللي شفته ايام كنت مثلا في امريكا كان ممكن البيبيز اللي بيبقوا شاكين في نك يعملوا لهم الاكس راي ريبيتد مثلا كل 6 8 ساعات او 10 ساعات، فيقول لك انك تلاقي فيتشرلس باول وشكل الباول جاز ما بيتغيرش، يعني هو نفس الباترن او تلاقي نفس الصوره بتتكرر برغم ان انت بتعملها سيريال. المفروض ان لو في بريستالسس طبيعيه والدنيا ماشيه بتلاقي ان شكل الباول جاز ايه بيتحرك، انما يقول لك تبقى فيتشرلس باول وبتبقى فيكسد في السيريال اكس ريز. دي احد الفايندنجز. الفايندنج الثانيه ان ممكن اللي هو لو الموضوع زاد عن حده ان يبتدي يحصل نكروزز ويخش الاير انتراميورال، اللي هو بيعمل المنظر اللي احنا بنقول عليه اللي هو النيموتوزيس انستايناليس. زي ما انتم شايفين ادي الباول وول، طبيعي ان الجاز يبقى جوه اليومن بتاع الباول مش في الوول بتاعها اللي هو الانتراميورال، ده اللي هو بيبان المنظر ده مميز قوي اللي هو الانتراميورال جاز. وطبعا الانتراميورال جاز ده بيمشي ممكن في الوول بتاع الباول، ممكن ايفن يوصل للبورتال فين ويخش يبقى بورتال اير، ودي بتبقى ليت ساين وجريب ساين ان البروجنوز بتاع الحاله دي مش حلو، يعني ممكن الاقي منظر اللي هو النيماتوزيس ستايناليس ده وواصل الاقي اير كده ماشي في الليفر على الكورس بتاع البورتال تراكتس والبورتال فينز، دي بقول ان دي ليت نيكروتايزنج تيروكولايتس.
طبعا الحاجه الثانيه ان العيانين دول لايبل ان يحصل لهم بيرفوريشن ويبقى معاهم نيمو بروتونيوم. مهم جدا ان انا ريكوجنايز الساينز بتاعت النيمو بروتونيوم سواء في السوباين فيلم. لو ما عرفتش ريكوجنايز في السوباين فيلم بعمل اللي هو الديكيوبيتس فيلم زي ما انتم شايفين، العيان نايم على جنبه واضح ان اير اندر انتيريور ابدومينال وول. السوباين فيلم يمكن اشهر حاجه اللي هو الاير بيجمع تحت الانتيريور ابدومينال وول بيعمل لي اللي هي الفوتبول ساين، والفوتبول ساين اللي احنا بنقراها دي مقصود بيها اللي هي الامريكان فوتبول اللي عامله زي الشمامه دي. لو شفتوا شكل الامريكان فوتبول بتبقى عامله زي الشمامه وفيها خط كده متخيط لمؤاخذه زي اللي هي الشوز اللي هي الحذاء اللي هو برباط. فده المنظر بتاع الفوتبول ساين، ادي الشمامه بتاعت الفوتبول ساين اهي، وده الخط اللي هو بيبقى عباره عن فالسيفورم ريجمنت بيبقى حواليه اير من ناحيتين بيمثل لي الخط اللي هو بيبقى فيه الخياطه بتاعت الايه بتاعت الكوره دي. فدي اللي هي الفوتبول ساين، مش اللي هي كره القدم بتاعتنا السكر او ما بيسموها هناك السكر. فالساين دي امريكاني اظن على الفوتبول اللي هي الفوتبول اللي هي الايه الشمامه دي. بالالترا ساوند حسب الستيج بتاعت الديزيز طبعا ممكن ايرلي الاقي فيه ايديما وهايبريميا في الباول وول، وليت بيبقى فيه ثيننج و لوس اوف فاسكولاريتي في الباول وول في الالترا ساوند. وطبعا العينين دول كمان بيبقى معاهم ساعات ايه اسايتس. فده اللي هي الساينز بتاعت النكروتايز نيكروكولايتس. الكونجنتال دايجرافراجماتيك هيرنيا الاكس راي زي ما انتم شايفين في البيبيز من الجميل انك ممكن تعمل شيست وابدومن مع بعض. زي ما انتم شايفين في عندي مالتيبل اير فيلد ستراكشر كده في الليفت هيميثوركس، وزي ما الدكتور اسامه بيه قال بص كويس على الفيلم كله. هو كلينيكالي بيشوفها سكافويد ابدومين، يعني البطن دي اتصفطت كده وما فيهاش اللي هو العلو اللي احنا متعودين عليه بتاع بطن الاطفال. تمام، هنا لما ابص كده هلاقي ان الباول هنا ايه الابدومين جازلس. ليه؟ لان كل الباول الجاز طلع فوق في الشيست. طبعا انا هنا لما عملت اكس راي كمان ممكن اعرف هل هي انتيريور زي البرجاجني مثلا او بخدالك هيرنيا. تمام، يعني ده الاكس راي اللي هو عامل اي بي ولاترال زي ما انتم شايفين الاكس راي الهواء معدي اغلبه من قدام. دي حاله ثانيه وده كان بيبي كبير شويه زي ما انتم شايفين. عملنا كونتراست انما الباول زي ما انتم شايفين في بوزيتيف في الباول جاز في الابدومن والبطن مصفوطه فعلا سكافويد شويه، حتى احنا بناخد بالنا منها في الاكس راي بنبص على الباول جاز مهم جدا الديستريبيوشن بتاعه. زي ما انتم شايفين عملنا الانما زي ما انتم شايفين الكولوم كله ما عدا الديسندنج والسيجمويد والريكتم فوق في الايه في الرايت هيميثوركس. فده اللي هي كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا. الامبيرفورت انس او الانوريكتال مالفورميشن الحقيقه دي ممكن يتعمل عليها محاضره لوحدها، لان انا يعني انا كان في الماجستير كان الماجستير بتاعي كان النيوريتال سالب ستراكشن، الدكتوراه لوحدها كانت على الامبيرفورت انس او الانوريكتال مالفورميشنز، ودي فيري كومبلكس انوماليز بتحصل اكتر في الميلز. اللي بيحصل ان الانس ما بتفتحش في مكانها، بيحصل ان بيبقى في ابنورمال كونكشن للديستال باول او الانس تفتح في مكان تاني، غالبا بتفتح في يورينري ستراكشر او لو في فيميل بيبقى في لهم انومالي يونيك بهم اللي هي الكلوكر انومالي، اللي هي بلاقي ان الكولون والفاجينا واليوريثرا فاتحين في سنجل اوبننج. الساينز بتاعتها كلينيكالي طبعا انك تلاقي البيبي ما فيش انس طبيعيه. تمام، الهاي انريكتال مالفورميشن كان الجماعه الكلينيشنز بتوع جراحه يقول لك الهاي انريكتال مالفورميشن الفكره ان الجزء اللي هو الجزء بتاع البلفس ده والسفنكتر ماسلز والهايند جاد دي الديفلوب بتاعها كومبلكس وكله ريليتد لبعضه، فعشان كده بتبقى الانوماليز كتيره جدا. يعني العيان اللي عنده هاي انريكتال مالفورميشن دايما تلاقي عنده انوماليز كتير في منطقه البلفس، من ضمنها ان بيبقى فيه بور ديفلوبمنت للماسلز بتاعت الجلوتياس ماسلز، فتلاقي عنده فلات باتوك زي ما انتم شايفين كده، مفيش اللي هو البيلد فولمنت بتاع الباتوك ماسلز. الحاجه الثانيه ان ممكن تلاقي البيبي ده جايب مكونيوم من اليوريثرا بسبب الكونكشن بتاعت الباول مع اليوريثرا او الباول مع اليورينري بلادر. طبعا كنا كونفنشن بنعمل العينين دول اللي هو الفيلم الانفرتوجرام، وده الطريقه الصح لعمل الانفرتوجرام اللي هي بنسميها برون كروس تيبل فيو، انك بتحط البيبي في وضع زي وضع السجود كده. تمام، وتحط اصغر ماركر عندك تمام على اللي هي منطقه الانس وتاخد الفيلم بتاعك ايه ديد لاترال. التكه الفيلم ده له فالسز كتيره جدا. اولا يقول لك لازم على الاقل يعدي 24 ساعه من البيرث. ليه؟ عشان تضمن ان الجي اي تي كلها تكون اتملت هواء، يعني عشان تضمن ان الهواء يكون وصل للريكتم لازم تستنى على الاقل 24 ساعه. الحاجه الثانيه سام تايمز بيبقى في مكونيوم امباكتد في الديستال باول، فبيروح جاي عامل ديسبليسمنت للاير، فممكن يخلي لك لو انومالي يخليها لك ايه هاي. فطبعا الانفرتوجرام لسه في ناس بتطلبه بس هو له طبعا ايه فالسز كتير. اللي بيحصل الاتي ان العيانين اللي هم سسبكتد هاي انوريكتال مالفورميشن بيتعمل لهم كولوستومي. تمام،
الكولوستومي اللي بيحصل ان البيبي بتريليف الاوبستراكشن اللي عنده، بتستنى لحد سن شهرين ثلاثه يكون عود الولد كده شد وبتاع عشان يستحمل العمليه بتاعه الريبير، تمام؟ فبيطلبوا منك انك تعمل حاجه اسمها ديستال لوبوجرام، وهنا ساعتها بتعمل هاي حاجه اسمها هاي بريشر ديستال لوبوجرام على الديستال لوب ده. ليه؟ لان انت لازم تدمونستريت الكونكشن بتاعتك بتاعه الباول مع اليوريثرا. زي ما انتم شايفين هنا الديستال باول او اللي هي المفروض اللي هي المكان الانس اللي كانت تفتح في مكانها الطبيعي، هنا واصله مع البلبر يوريثرا وعامله فيلنج للايه؟ لليورينال بلادر، وادي للكونتراست جايه من اليوريثرا. من ضمن الحاجات برضو اللي لازم تاخد بالك منها ان الانريكتال مالفورميشن بيبقى فيري كومن معاها السكرال انوماليز. زي ما انتم شايفين البيبي ده عنده سكرال اجينيسيز اللي هي اللور 3 سيجمنتس بتوع السكرام والكوكسكس مش موجودين خالص، فدي برضو هتلاقي عنده هيمي فيرتبرا. يعني عاملين الانريكتال مالفورميشن دول دايما بيبقى معاهم اسوشيتد ايه؟ سباينال انوماليز. عايز اوريكم بس ان انتوا زي ما انتوا شايفين طول البرزنتيشن انا ما اتكلمتش غير على حاجات كلها سيمبل، اكس راي وكونتراست ستاديز والالترا ساوند، تمام؟ فيلم زي ده شايفين ان هو فيلم اكس راي، ممكن اوريكم كميه الداتا اللي تطلع منه. رقم واحد، تتوقع ان العين ده يكون فيه عنده كام انومالي؟ لو كده نعد كده. اول حاجه مركب نيزوجاستريك تيوب، نيزوجاستريك تيوب مش معديه للايه؟ للاستومك، واقفه هنا فوق. فالعيان كان عنده اسوفاجيال اتريزيا وذ تراكيو اسوفاجيال فيستولا. طب عرفنا منين ان في تراكيو اسوفاجيال فيستولا؟ لان الاستومك هنا بقى فيها ايه؟ باول. طيب عنده كارديوميجالي، تمام؟ الشادو بتاع الهارت كبير. عندي تريبل بابل ساين، العيان ده عنده ايه؟ جوجنال اتريزيا، تمام؟ عندي بقيه الباول هنا فعلا جازلس. هنبص كده هنلاقي ان السكرم هنا في حته كده صغيره ديفكت صغير، ففي سكر الانومالي. السكر الانومالي دي تريز سسبشن، انما لما عنده سكر انومالي غالبا عنده كمان كان عنده ايه؟ امبيرفورات انس. فده اللي بنسميه اللي هي الفاكتورال اسوسيشن. شوفوا اكس راي واحده مجرد ان انا اقراها كويس طلعت منها كام معلومه. وانا حتى دايما احب اهرج مع واضحك مع الناس اللي انا بدي محاضره بسميهم اللي هي ايه؟ مجموعه اللي هي المصائب لا تاتي فرادى. ان هو بيبقى عنده ايه؟ اكتر من حاجه. فعندنا الفيرتبرال انومالي، انوريكتال انومالي، عندنا كاردياك، تراكيو اسوفجيال انومالي. ممكن لو عملت الترا ساوند للعيان ده تلاقي عنده رينال اجينيسيس او عنده مشكله في الكيدني، مالتيست ديسبلاستيك كيدني او وات ايفر. ممكن لو عملت له اكس راي على الليمب تلاقي عنده ابسنت ريدياس، تمام؟ اللي هي ايه؟ الفاكتورال اسوسيشن اوف انوماليز. اخيرا بشكركم وبعتذر على الاطاله. شكرا جزيلا دكتور محمد التومي، المحاضرة طبعا دسمة جدا القيمة جدا. طبعا دي كانت استكمال للمحاضرة بتاع الدكتور أسامة البيئي، الجزء الكلينيكال مع الجزء الراديولوجيكال. دكتور محمد، انا اكتفي بالمحاضرة دي ولا حابب تكمل ولا دكتور مصطفى؟ حسب الاودينس وحسب حضرتك وانا تحت امركم يعني. لا انا يعني لو المحاضره اللي مع حضرتك برضو بسيطه ما فيش مشكله، ممكن يعني نقولها قبل الدكتور مصطفى يعني. طيب لو حاجه طويله وحضرتك شايف انها كبيره وعايز. طيب هو لو كده هي هتبقى هنحاول اخليها في 5 دقائق بالظبط. هنحاول يعني استاذ حضرتك احنا هنعمل بس فاميلياريتي باللانج الترا ساوند، يعني هي هحاول اخليها في حوالي 5 أو 10 دقائق يعني، لان هي فيها تكنيكاليتيز كتيره قوي. بس انا نحاول حتى نخلي الناس نحط اللي بيسمونه نحط رجلهم على اول خطوه في الاندرستاندنج بتاع اللانج الترا ساوند والابلكيشن بتاعه، لان هي الدكتوره هديل زي ما قالت هو الابلكيشن بتاع. حاضر سامع. اللانج الترا ساوند اغلب اللي بي 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 بيشتغلوه جماعه اللي هم بتوع الـ 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 العنايه نفسهم. ثانيه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا هتكلم بس سريعا اللي هو اوفر فيو سريع عن الشيست الترا ساوند.
هو الفكره ان اللي بدا الموضوع دايما، احنا كنا دايما حتى واحنا نواب صغيرين كان حد يجي يقول لك تعمل شيست ارتر ساوند، كنا نقول لا ده حاجه مش فيزابل، لان انتوا عارفين ان اللنج مليانه هواء، واللنج مليانه هواء، وعارفين ان الهواء مش انترفيس كويس للالترا ساوند، ما بنشوفش منه حاجه. يعني العيان لما بيكون فعلا عنده كرونيك جاز ديستنشن ما بنشوفش حاجه، لان الترانسميشن بتاع الالترا ساوند ويفز فيه بيسبب لنا مشاكل. الا ان فكره اللنج الترا ساوند بتعتمد على الارتفاكت اللي الهواء بيعمله في اللنج، وان غياب الارتفاكت ده هو اللي بيطلع لي الساينز بتاعه الايه الالترا ساوند. تمام، دي اللي هي اللي بيسموها 7 بوينتس بتاعه اللنج الترا ساوند. واللي بداوا شغل اللنج الترا ساوند كان بداوا من 85 ل 89 كان في فرنسا، وكانوا ناس شغالين في عنايه مركزه، وكان الاساس ان هو عايز يعمل اسيسمنت اذا كان في بالمونر اديما ولا لا. تمام، لان البالمونر اديما بالنسبه له الكونسيكونس بتاعها ان العيان ده هياخد فلويدز او هيتعمل له فلويد ريستريكشن. فهو حطوا الرولز دي او ابتدوا يحطوا الساينز دي على انه يعمل حاجه سريعه جدا. وموضوع الفلويد مانجمنت عند الجماعه بتوع العنايه المركزه، يمكن طبعا اساتذتنا اللي بيشتغلوا في العنايه المركزه بتاعه الاطفال او بتاعه الكبار يشرحوا لنا الحاجات دي احسن. عندهم موضوع اللي هو الفلويد بالانس ده حاجه فيري فيري كريتيكال، ولازم تبقى مانجد فيري كويكلي. يعني زي ما الدكتوره هديل كانت اشارت في اول محاضره، ان مشكله ان انت تنزل مثلا دكتور اشعه الساعه 3 الفجر انه ينزل عشان يبص لك يقول لك ان في فلويد لودنج في اللنج ولا لا، مش دايما فيزابل او مش دايما متوفره في كل السنترز او في كل الاماكن. فعشان كده بتوع العنايه المركزه بيتعلموا اللي هو اللنج الترا ساوند ده. بس احنا كبتوع راديولوجي لازم نبقى فاهمين برضو ايه الفكره بتاعته سريعا. يعني فهو كان بيكلمه ان هو تقدر تستخدم السيمبل اكويبمنت بتاعتنا، ان انت بتعتمد على الانترفيسز الطبيعيه اللي هي ما بين الهواء اللي في اللنج والمينيمال بلورال فلويد اللي موجود طبيعي والانترفيسز اللي ما بينهم، وان اي كونجيشن في اللنج او انترستيشال فلويد ممكن بيبتدي يعمل ساينز على السب بلورال ريجون بتاع اللنج، ونبتدي نشوف الايه ساينز بتاعته. الاكويبمنت بتاعته هي الاكويبمنت بتاعتنا العاديه بتاعت الالترا ساوند العاديه. ممكن نستخدم اللي هو السوبرفيشال بروبز، ممكن نستخدم الكونفكس بروب، في ساعات بيستخدموا الناس اللي اشتغلوا اول ناس اشتغلوه بالمايكرو كونفكس بروب اللي هو بتاع الايكو. الجماعه بتوع الانترفنت اللي هم بتوع العنايه المركزه اسف اللي هو الانتنسيفست بيقسم اللنج، ساعات بيقسمها في ناس بيقسموها لابر ولور زونز، وبيقسمها لانتيريور ولاترال وبوستيريور. فكده يبقى عنده ستة لانج زون بيعمل فيهم الاسسمنت بتاعه لللانج. في ناس ساعات بتقسمها لا التقسيمه اسف المشهوره اللي هي السته دي، اللي هو بيقسم على الانتيريور اكزيلاري لاين وبوستيريور اكزيلاري لاين، بقى عنده انتيريور لانج ولاترال لانج وبوستيريور لانج. هم دول اللي هي الابروتشز بتاعته او ستة زونز اللي بيعمل فيهم اسسمنت. في شويه ساينز كده، الاول ساين ان هم لو حط البروب كده، لو حطيت البروب على الشيست وول بتشوف الشادو بتاع الريبز، الشادو بتاع الريبز عارفين انها بون، فبتعمل وراها اللي هو الاكوستيك شادو اللي هو الكلين ده، وده الانترفيس ده بتاع الانتركوستال ماسل. وهنا الانترفيس ده اللي انا بدور عليه اللي هو الخط الابيض ده، تمام، اللي هو بتاع البلورال لاين، تمام، وده الارتفاكت الطبيعي بتاع اللنج الطبيعيه، تمام. ففي ناس قال لك اول منظر تشوفه، عشان طبعا احنا يمكن بتوع الترا ساوند واخدين او متعودين على الاناتومي والكلام ده، انما هم كانوا بيعملوا لهم الساينز دي عشان تبقوا فاميليار بيها. فيقول لك اللي هو الساين بتاع الخفاش ده، ان هو الريبز ادي الاثنين ريب بيعملوا جناح الخفاش، والبودي بتاع الخفاش اللي هو الانترفيس اللي احنا بندور عليه اللي هو بتاع البلورا مع اللنج. طيب اول حاجه ببص عليها، هو حاطط هنا البروب في الزون اللي هو حاطه مثلا يكون ابر او لور، ادي الريبز وادي الانترفيس بتاع البلورا. الانترفيس بتاع البلورا بيبان هايلي ايكوجينيك لاين، وبيبتدي اللنج الطبيعيه اللي هي نورمال ايريتد بيبان وراها اللي هو بنسميه الريفربريشن ارتفاكت. الريفربريشن ارتفاكت ده اللي هو بيبقى ارتفاكت نتيجه للتغير سرعه الصوت في الهواء اللي جوه اللنج عن الانترفيسز اللي هي فيها ووتر اللي هي زي السوفت تيشو، يبتدي يعمل اللي هي الريفربريشن، فبتعمل لي الخطوط اللي هي متوازيه موازيه للبروب دي اللي بنسميها الاي لاين. ودي ان انا اشوفها ده النورمال ايريتد لنج، ده النورمال ايريتد لانج بيبان لي اللي هو النمبر الاي لاين. فلما احط بروب على شيست طبيعي
بشوف الانترفيس الابيض ده اللي هو بتاع البلورال لاين اللي هو الفيسرال والبارايتال بلورا على بعض يعملوا الخط ده الابيض قوي ده، ووراه اللي هو الايه الريفربريشنز اللي بنسميها الاي لاين. طيب قال لك لو انت حطيت على الاي لاين ده، لو حطيت عليه اللي هو اللاين بتاعنا بتاع الام مود يعني ده البي مود سكاننج بتاعنا، لو حطيت عليه الام مود يبتدي الفيسرال بلورا على البارايتال بلورا بيعملوا سلايدنج على بعض كده، بيتزحلقوا على بعض. الزحلقه دي بتعمل لي اللي هو اللي في الام مود بيبان، بنسميه السي شور لاين. السي شور لاين قال لك ان هو الريفربريشنز الطبيعيه بتاعه اللنج تعمل لي اللي هو الشط الرمله بتاعه الشط، والانترفيس الابيض اللي بيحصل عليه السلايدنج ده يعمل لي اللي هو الخط الابيض ده اللي هو الفيصل بتاع الموج اللي هو ما بين الرمل والبحر والخطوط البيضاء دي اللي هي الايه البحر بتاعتي. فده اللي بسميه السي شور لاين. السي شور لاين ده علامه في الام مود او الموشن مود بتاعي اللي هو على الانترفيس الطبيعي ما بين الفيسرال والبرايتال بلورا. ومن ضمن الحاجات اللي برضو يقول لك بص عليها قوي، بص على النورمال سلايدنج بتاع الايه بتاع اللنج، لان طول ما في النورمال سلايدنج ده معناها ان البلورا كويسه ما فيهاش فيها ايه انفولفمنت باي ديزيز. طيب الباثولوجيكال بروسيس بتبتدي تبان ازاي؟ لما بيحصل انترستيشال اديما، لما بيحصل انترستيشال اديما يبتدي الاقي ان الريفربريشنز بتاعت اللي هي الطبيعيه الاي لاين دي تبتدي تعمل لي خطوط كده ايه بيضاء اللي هي عموديه على البيم كده اللي بنسميها البي لاينز، وعدد البي لاينز بيتناسب مع كميه الانترستيشال اديما اللي موجوده. يعني لما الاقي خطوط بيضاء كده اللي هي ارتفاكت، برضو ده الارتفاكت ده بيحصل نتيجه الانترستيشال اديما وان يبتدي يحصل فيه فلويد لودنج في اللنج، يعمل لي اللي هي الخطوط دي. على حسب الخطوط دي كل ما بتزيد معناها ان في انترستيشال اديما اكتر. لما تكواليس مع بعضها كده او تتجمع مع بعضها ساعات يسموها الروكتس، تبقى شكل الصواريخ كده تمام، يسموها اللي هو الايه الروكتس، وساعات بيستخدموها في الجريدنج يقول لك ده مثلا ده مايلد اديما ده كده دخل في مودريت. ايفن سام تايمز لما بتزيد قوي بتعمل لي اللي هي الكواليسنت بي لاينز، تعمل لي البياض اللي موجود زي ما احنا شايفينه ده. ايفن ساعات يقول لك تبقى عامله زي الكيرتن، عامله زي الستاره، عارفين الستاره اللي احنا بنعلقها في البيت كده، بيقول لك دي الكواليسنت بي لاين، معناها ان في اكسسيف بالمونري اديما او انترستيشال اديما في اللنج. الحقيقه الشغل ده كان معمول، كانت رساله ماجستير مع طالب ماجستير عندنا من قسم الاطفال، كان شغال في عنايه الاطفال وكان شغال على ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وكان مهتم يعمل لنج الترا ساوند انه نعمل سكورينج سيستم عشان يشوف البيبيز دول بيتحسنوا مع الـ مع الـ مع الفنتيليشن او مع اللي هو الديزيز اللي بيدوها، للاسف اللي هي الدراجز اللي بيدوها والحاجات دي عشان تحسن الايريشن بتاع اللنج. وكان الجايد بتاعنا اللي هي الفايندنجز بتاعت اللي هي البي لاين والاي لاين دي. طيب الساين الثانيه اللي ممكن نشوفها اللي هي بنسميها الكواد ساين او ساينوسويد ساين، لما بحط البروب بتاعي في البوستيريور زون عشان ده ديبندنت بشوف اللي هو البلورال ديفيوجن. يمكن احنا متعودين نشوف البلورال ديفيوجن كتير جدا واحنا شغالين ابدومينال الالترا ساوند، ولو طلعت شويه كده وانت بتجيب اللي هو سيجمنت 7 8 بتوع الليفر سهل جدا انك تلاقي العيان عنده بلورال ديفيوجن. انما انت بتطلع هنا فوق في البوستيريور لانج زون بتلاقي اللي هو المنظر اللي هو بيسموه الكواد ساين ده، لان هو بيبقى شبه المتوازي الاضلاع تمام، او اللي هو بيسموه الشكل اللي هو الهندسي ده تمام. ولو عملت عليه ام مود بيبقى ده اللنج اللي بتتحرك تحت، اللنج اللي بتتحرك تحت بتعمل لي الويفز دي، والجزء اللي هو الانيكويك ده اللي هو بيمثل الفلويد، والخط الابيض ده اللي هو الانترفيس بتاع الفيسرال بلو البارايتال بلورا اسف، وده الانترفيس بتاع اللي هو البارايتال بلورا على اللنج اللي هي ايه كولابس تحتيه. طيب النيمونيا، احنا عارفين ان النيمونيا بيحصل ريبليسمنت للهواء اللي جوه الالفلاي بفلويد، فوانس ان بقى فيه فلويد هبتدي اشوف اللنج كسوفت تيشو تمام. فمن ضمن الحاجات اللي بتبين اللنج لما الاقي اللنج باينه كده على شكل حاجه كسوليد ماس يعني سب بلورا كده، لو دي سب بلورا النيمونيا بلاقيها جيوغرافيكال شيبد كده، وابتدي اشوف حاجه سوليد عندي اللي هي بيسموها ساعات الشريد ساين او الفراكتال ساين، فدي بتبقى سب بلورال باتش اوف نيمونيا بتبان عندي بالالترا ساوند بالشكل ده تمام. من ضمن برضو الساينز اهي دي اللي هي النيمونيا او اللي هي الشريد او الفراكتال ساين، بشايف اللنج نفسها ابتدت تتحول لجزء سوليد. ايفن سام تايمز بتلاقي اللنج بقت شكل الليفر، يعني انا حصلت معايا كتير فشفتها بالذات في الحضانات، في اطفال بيبقى عنده لنج كولابس، لنج كولابس، ودي يمكن حاله من الحالات اللي انا شفتها لنج كولابس خالص. هنا بقى الكولابس ما عادش بقى فيه لا في اير ولا في فلويد، هي اللنج كلها كولابست فبقت عباره عن تيشو. بتلاقي ده زي ما انتم شايفين ادي الريبز بتاعتنا،
وبنشوف اللنج بتاعتنا كسوليد اورجان بتبقى تقريبا شكل الليفر بالظبط. بس الليفر طبعا ايه بتتاكد ان الليفر في مكانه ان دي مش هيرنيا, وتيجي تبص تحط البروب فوق في اللنج تلاقي حواليها فلويد وتلاقي الكولابسد لنج اللي هو بتبقى شكل الايه السوليد اورجان بتبقى تقريبا شكل الليفر بالظبط. فدي اللي هي الساينز اللي هي الكومن ساينز بتاعت الالترا ساوند اللي احنا بنشوفها. في اللي هو النيموثوركس. النيموثوركس بيبان ازاي؟ يقول لك لما تفقد السلايدنج انك تشوف فيسرال وبارايتال بلورا والسلايدنج بتاعهم, دي من اول الساينز بتاعت اللي هي النيموثوركس. تمام, لان بقى عندك مش هوا في اللنج بس, ده بقى عندك هوا كمان ما بين اللايرز بتاعت الايه البلورا. ولما بتحط البي مود, لما بتحط البي مود السي شور ده النورمال اللي هو سي شور ساين اللي احنا كنا شفناه اللي هو بتاع الارتفاكت بتاع النورمال ريتد لنج, هنا طبعا الاير اللي في البلورا ضيع عليا كمان ان انا اشوف اللي هو الايه الريفربريشن ارتفاكت بتاع اللنج الطبيعي. تمام, فبيعمل لي اللي هو بيسموه الاستراتوسفير ساين, لان هو بيقول لك بقى شبه اللي هي الطبقه بتاعت الغلاف الجوي اللي هي بسميها الايه الاستراتوسفير ساين. اللنج بوينت اللي هي لو في حته نيموثوركس ما بين حته نيموثوركس ما بين حته لسه ما دخلهاش نيموثوركس بيسموها اللنج بوينت, يعني ده اللي هو بيسموه الايدج ما بين الجزء اللي فيه نيموثوركس هنا على اليمين وده الجزء اللي هو الايه الطبيعي, ده اللي هو بالام مود. طبعا دي اللي هو فيه اللي هو البروتوكولز اللي هم بتوع جماعه بتوع العنايه المركزه اللي فيه في اللي هو البلو بروتوكول اللي هو بيسموه البيت سايد لانج التراساوند بروتوكول, وفي اللي هو حاجه اسمها الفولز بروتوكول اللي هو بتاع اللي هو الفلويد ادمنستريشن ليميتد باي لانج التراساوند. دي حاجات يمكن ممكن يتكلم فيها جماعه كلينيكال احسن مني, ان هو بيبتدي يشوف التغيرات اللي حصلت في الاي لاين والبي لاين واذا كان في فيوجن والكلام ده, وعلى اساسها بياخدها كانديكيشن عنده محتاج فلويدز او واخد فوليوم اوفرلود مع الكلينيكال ساينز الثانيه اللي هو لو مركب له سي في بي او حطه على مونيتور او اي ضغط بلاد بريشر او الحاجات اللي بيبقى فيها حالات الكارديوجينيك شوك او اللي هي الايه الباثولوجي المختلفه. الحقيقه انا يعني عاملها مختصره, هي بس بنحطكم على اول الطريق انك نفهم يعني ايه لانج الترا ساوند, واعتقد ان ممكن دي تتحضر احسن من كده وتتقال احسن من كده لو معانا حد كلينيكال من جماعه بتوع اللي هم العنايه المركزه, لان هم اللي هيقولوا لنا الابلكيشن بتاعها ويبقى فيه كونتريبيوشن كويس زي ما عملنا في المحاضره بتاعه اللي هي النيونيتال جي تي اوبستراكشن. ارجو ان انا اكون كده عرضت الموضوع بسرعه يعني. شكرا جزيلا دكتور محمد, يعني معلش ارهقناك النهارده, ويعني دي طبعا يعني محاضره بسيطه جدا لكل الناس البيجنرز, مفيدة جدا بالنسبة لهم. آخر محاضرة دكتور مصطفى عبد العظيم. دكتور مصطفى دكتور شيء تفضل يا بيه. طيب مسموح لي شير؟